خطوات مثقلة بتراكمات الإدمان على المخدرات على مدى سنين طويلة. البداية بالنسبة لهذا الشاب ذي 36 ربيعا الذي انقطع عن الدراسة في المستوى الثاني ابتدائي كان بتدخين السجائر والحشيش في سن مبكرة، إذ لم يكن يتعدى حينئذ 15 عاما. بعد تجاوزه عتبة الهواية انتقل لعالم الاحتراف بتناوله لمخدرات الهيروين والكوكايين، والآن يجر وراءه أزيد من 20 سنة من الإدمان. في البدء كنت أجمع أعقاب السجائر وأدخنها، ومع مرور الوقت شرعت في تناول الحشيش إلى جانب علب السجائر، أمر دفع أسرتي إلى تعنيفي من أجل دفعي للإقلاع عن هذا السلوك لكن دون جدوى. عندما رافقت أصدقاء سوء آخرين منحوني مجانا كمية من الهيروين التي جعلتني أهيم نشوة ومتعة في عالم الإدمان. معظم نار الإدمان إذن من مستصغر الشرر، فهل الانتقال من تناول المخدرات الخفيفة كالقنابل الهندي إلى المخدرات الصلبة كالهيروين والكوكايين إذا صح هذا التقسيم هو مسار حتمي يمر منه جميع المدمنين، أم أن استهلاك المخدرات الخفيفة لا يعني بالضرورة السقوط في براثن إدمان المخدرات الصلبة؟ أفضل الحديث هنا عن مجموعة من المسارات أو الطرق المؤدية إلى التطور في عالم الإدمان، إذ غالبا ما يتم البدء بتناول بضعة سجائر من الحشيش أو المعجون، ومع مرور الوقت تنفتح الأبواب للسير في طريق المخدرات الصلبة كالكوكايين أو الهيروين. حاولنا الاقتراب من ضحية أخرى من ضحايا المخدرات، مسار إدمانه يختلف عن الآخرين، إذ لم يكن يتناول في بداية الأمر ما يسمى بالمخدرات الخفيفة كالحشيش والمعجون وغيرهما، بل دخل عالم الإدمان عبر بوابة المخدرات الصلبة. الأول قاع بيجيب الكحلة، بدا صاحبي عطاني جبدة، وموراها جبت خويا، أنا بليت خويا حسب لي مزيانة، قلت له جدي أنت جبدة. درت كوكايين، درت الهيروين، درت، أنا استعملتها على أربعة ديال الأنواع، استعملتها بالقرعة الكوكايين، استعملتها بالإبرة، استعملتها في النيف، استعملتها في الأمينيو في بلاطة. وإذا كان انخفاض سعر المخدرات الخفيفة مقارنة مع أسعار المخدرات الصلبة هو ما يفسر بدء أغلب المدمنين باستهلاك الحشيش والمعجون وغيرهما، فهذا لا يعني وجود مسارات مغيرة، كما أن تناول المخدر مهما كان خفيفا فهو صفارة إنذار للآباء لتدارك حياة أبنائهم، فمع مرور الوقت ينتقل المدمن إلى تناول جرعة أكبر وأنواع أخرى أكثر قوة لإشباع حاجياته من التخدير.